السلام عليكم ورحمه الله. الموضوع ديال اليوم تيتعلق بواحد المثال التطبيقي ديال المعالجه بالنحاس ضد مرض عين الطوس. هذا المرض هذا عنده جوج ديال الاجيال، كاين الجيل ديال الخريف وكاين الجيل ديال الربيع. الجيل ديال الخريف تنعالجه وقائيا بالنحاس في اكتوبر ونوفمبر، والجيل ديال الربيع تنعالجه كذلك في فبراير باش ما يطورش داك الجيل ديال الربيع، تنعالجه بالنحاس. هذا النحاس هذا فيه بزاف ديال المواد الفعاله، هنا اختارينا ماده اوكسيكلورير النحاس اللي هو اللي مزيان وما تيتغسلش بالشتاء مقارنه مع باقي المواد. والتاثير ديال النحاس بصفه عامه هو تاثير فيزيائي، تيغطي لنا الورقه ديالنا وما تيخليش هذوك الابواغ ديال الامراض الفطريه تدخل داخل الانتيجه، حيت هاد المرض هذا كما قلت لكم تيتطور في الخريف وفي الربيع، تيطلق الابواغ اولا البيض ديال المرض، واللي ما الى ما لقاش النحاس راه تيدخل داخل الانسجه وتيتطور وتيؤدي ظهور الاعراض وتساقط الاوراق كما تيبان لكم في الصوره. هنا غادي نبداو على بركه الله تنديروا ليسانس في الريزيرفوار ديالنا، واختارينا في هذا المثال هذا هذه الماركه هذه اللي فيها اوكسيكلورير النحاس هو الماده الفعاله. اما الاسماء التجاريه راه ما تتهمناش، راه مختلفه الاسماء التجاريه، ولكن الماده الفعاله هي اوكسيكلورير النحاس اللي تنركز عليه. هنا هذا لومبالاج هذا فيه كيلو، ولا دوز اللي غادي نستعملوا هي 500 غرام او نص كيلو في كل 100 يترو. هنا هذا البرميل هذا ديالنا فيه 200 يترو، يعني تنديروا هذيك الخنيشه كامله اللي فيها كيلو في 200 يترو، كيلو في 200 يترو، وغادي نخلطو مزيان وغادي نبداو المداويه ديالنا ان شاء الله. هنا تتبان لكم الحديده الزرقاء درناها اللي عندها تاثير كما قلنا وقائي وفيزيائي، ما تخليش الابواغ ديال المرض تطور. هنا درنا ديك الكيلو في 100 يترو، تنخلطو مزيان باش يتجانس المحلول ديالنا ديال الماء والنحاس. هنا غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. المهم بالنسبه للثمن ديال هاد البومبا، هاد السيده تاخذها تقريبا بشي 2000 درهم. في هاد التيو هذا فيه تقريبا واحد 200 متر ديال الطول ديال هاد التيو هذا. هنا غادي نبداو ان شاء الله المعالجه ديالنا. تقريبا كل شجره تيخصها تقريبا واحد 5 يترو ديال المحلول باش تغسل مزيان. اذا الا كانت عندنا تقريبا قطار فيه 200 شجره، تيخصنا 1000 يترو ديال المحلول ديال النحاس مع الماء. هذيك 1000 يترو تقريبا تنديروا فيها 5 كيلو، يعني 5 كيلو ديال النحاس باش تداوي لنا قطار. تقريبا في الثمن ديالها غادي تجيك واحد 350 درهم حتى 400 درهم تداوي بها قطار ديال الزيتون، والاهميه ديالو راه قصوى كما قلنا. هنا المداويه تنداوي من الفوق ديال الشجره للتحت باش يتصل الوراق مزيان باش يحميهم من هاد الابواغ ديال عين الطوس. هنا تتبان لكم الورقه عامره بالمحلول ديال الماء وديال النحاس، تنداوي من الفوق للتحت. اما بالنسبه للشجر الصغير، هذا الشيء هذا 1000 يترو في القطار تتخص الشجر تقريبا اللي كبير، تقريبا عنده 15 سنه 12 سنه. اما بالنسبه للشجر الصغير تقريبا في ديك الحاله غادي تخصنا غير واحد 2 كيلو ديال الحديده الزرقاء باش نداويه. الا قلنا تقريبا كل شجره تتاخذ واحد 2 يترو ديال المحلول، هادشي على حساب الحجم ديال الشجر. هذا النحاس هذا عنده واحد اهميه كبيره، ماشي بالنسبه غير للزيتون، بالنسبه للاشجار تقريبا مختلف الاشجار والمزروعات.